أصبح يشكل وقت تأمل للوقوف على مختلف المجهودات التي تم تحقيقها في مجال السلامة الطرفية، وكذا البحث عن سبل تطويرها وتقييمها وتفعيل آلية القيم الحاولة بسير، وهي مناسبة ارتأت معها للأسف النيابة العامة أن تختار موضوعا لها من الأهمية في المكان، ألا وهو موضوع إشكالات في المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها، بالنظر لما تشكله المعالجة القضائية الإلكترونية لمحاضر السير من آلية قانونية تساهم في الرفع من مؤشرات السلامة الطرفية. وهي مناسبة حاولنا من خلال نعمل واحد وقفة تأمل من أجل تقييم المجهودات التي تم بذلها في مجال السلامة الطرقية وما هي المشاكل والحلول المقترحة، واخترنا بهذه المناسبة تخصيص اليوم الدراسي للمعالجة الإلكترونية لمخالفة السير المتعلقة بالرادار الثابت، على اعتبار أنها هي تتشكل كم كبير من المخالفات للمواطنين كي يكونوا مخالفين لهذا النوع من القوانين، لا سيما فيما يتعلق بالسرعة. وبالتالي حنايا هذه مناسبة باش نشوفوا ونقيموا هذا النظام المعلوماتي بالتعاون وتنسيق مع مختلف الفاعلين باش نشوفوا الأشياء اللي هي إيجابية نزيدوا نتمنوها، والأشياء اللي هي سلبية نحاولوا نوجدوا لها حلول باش نبحثوا عن الفعالية والنجاعة فيما يتعلق بهذا النظام، واللي غادي يعتبر هو من بين الآليات الأساسية للوقاية من حول السير. الإشكالات هي راجعة إلى بالأساس إلى العدد الهائل لعدد المخالفات. قلت في مثلا في 2018 تمت إحالة أكثر من مليون محضر على المحاكم، ويجب معالجة هذه المحاضر في أقل من سنة، لأنه مدة التقدم هي سنة، مما يطرح إشكال حقيقي في معالجة المخالفات. لذلك يجب التفكير في حلول لهذه الإشكالات، وهذا اليوم الدراسي يندرج في هذا الإطار. تطوير النظام المعلوماتي، تبسيط المساطير، رقمنة ونزع الصفة المادية على المساطير، مثلا تصريح بمرتكب المخالفة مثلا بالنسبة للشركات، وضعنا بوابة إلكترونية لكي تتمكن الشركات من تصريح بمرتكب المخالفة. هذا يمكن من تسريع في وتيرات معالجة المخالفات. هذا اليوم هو دعوة للجميع من أجل التعبئة الشاملة، من أجل الانخراط الإيجابي بمضامين السلامة الطرقية، بحكم أن الفضاء الطرقي هو فضاء تحكمه قواعد، تحكمه ضوابط يجب الالتزام بها، وهذا الالتزام يأتي بالدرجة الأولى من احترام يعني علامات التشوير، احترام قانون السير بشكل عام، لأن مسألة التعايش ومسألة يعني التسامح داخل الفضاء الطرقي تعكس يعني قيمنا يعني كمواطنين مغاربة، ويجب على الجميع أن يلتزم بها، لأن الكل يجب أن يضع في يعني كهدف أسمى، وهو الحق في الحياة وضمان هذا الحق الذي هو أسمى الحقوق. طبعا تطورنا الاقتصادي والاجتماعي الذي نتوق إليه لا يمكن الوصول إليه إلا عبر تحسين مستوى حياة المواطن وتخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية لهذه السنة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.